للمؤمنين هي أجمل لحظاتهم، يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، يوم يطلقون صوتهم في الفضاء عاليا، كل منهم يجهر بها قائلا: ها اقرأوا كتابي. عندما يلحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أتى باسمك أنت وأهلك جميعا يدعونك لدخول الجنة لتبقى بها من نبشر صاحب الحسنى ونحن لغير ناصر ليحسن كلنا المسعى فعز طريق واضح. عن عمار بن ياسين رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك طباعنا واضح ولا يحتاج للشارح، ولكن دورنا رد الخطا ونشجع الصالح. صوت إذاعة يصحبك في كل مكان تريد. الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الضوء.